السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض إزاي نتحقق من أو نعمل تشيك سويل ستريسز تحت التانك، ونشيك على الأبليفت اللي عندنا في حالة وجود مياه جوفية. تمام، يعني لو عندنا مثلا تانك زي كده وفي مثلا مية بره، كويس، طبعا في مية هتبقى عايزة ترفع التانك من تحت لفوق بالشكل ده، كويس. وأخطر حالة احنا بندرسها لما يكون التانك عندنا فاضي. تمام، أول حاجة هنشوف الحل اليدوي وباستخدام برنامج الساب ازاي نعملها. هنعمل لود كومباينيشن اسمها 0.6 الديد لود، تمام، زائد المية اللي هي جاية من تحت. تمام، الووتر اللي هي جاية من تحت دي هتبقى جاية لنا بالسالب، وال 0.6 ديد لود حسب الكود الأمريكي طبعا اللي هو الوزن بتاع التانك، كويس. نكمل كده مع بعض، دي حالات لود كومباينيشن حسب الكود الأمريكي، كويس، ACE 7-5، تمام، أو ACI 318-05، تمام، هي تقريبا يعني. نعمل كده رايت. تمام، فين بقى الحالة اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاتش دي؟ بص، الاتش اللي هي جراوند ووتر بريشر، كويس، احنا بنتكلم في 0.6 ديد لود زائد الاتش. الاتش دي طبعا هتبقى بالسالب من تحت لفوق، كويس. طبعا احنا ما عندناش رياح او اي حاجة، فالحالة اللي عندنا اللي هنشتغل عليها تبقى بالشكل ده، 0.6 ديد لود زائد تحت لفوق، هي دي اخطر حالة. تمام، في ناس بتشيك على 0.6، يعني ما بين ال 0.6 وال1، تمام، عشان ال 0.6 دي بتبقى مور كونسرفاتيف، بتطلع لك كميات كبيرة في الخرسانات يعني عشان تقاوم المية، لان هي اخطر حالة اصلا وهو خزان فاضي. تمام، هنستعرض مع بعض كالكوليشن شيت مانوال كنت عملتها قبل كده. طبعا اي حد يقدر يحسب الاوزان بتاعة التانك من خلال اريا سمكات، يعني انت بتضرب السمكة اللي عندك، تمام، في الايه، في الكثافة بتاعة الخرسانة، بتقدر تجيب الماس. تمام، رو بيساوي ام على في، تعال كده نفتح كده. تمام، رو اللي هي الكثافة بيساوي ام على في، تمام، عشان انت تجيب الكثافة اللي هي الماس بيساوي الرو اللي هي الكثافة في الفوليوم اللي عندك. فلو انت جبت الفوليوم بتاع التانك نفسه والاسلابه العلويه اللي فوق، تمام، والارضيه اللي هي الرفت نفسها، لو انت قدرت تجيب الكلام ده اللي هو الفوليوم، تمام، هتضربه في الكثافه هيديك ايه، الماس بالكيلو نيوتن. تمام، وانت عندك قوه برضو من تحت بتاعه الميه، لازم تتاكد ان القوه اللي جايه لك بتاعه الماس من فوق اكبر من قوه المياه اللي جايه لك من تحت. تمام، يعني قوه قصاد قوه. في ناس بتاخد قيمة ما بين ال 0.6 وما بين الواحد، عشان ال 0.6 دي مور كونسرفاتيف، بس هي اتطلبت مننا قبل كده ان احنا نشتغل عليها، يعني اتطلبت مني قبل كده، استشاري طلبها مني، كان بيراجع على مكتب عندنا ان هو ايه، نستخدم القيمة بتاعت ال 0.6 لان هي مور كونسرفاتيف، بتطلع كميات كبيرة. تمام، فانت حسب الاقتناع بتاعك هتشتغل. في ناس بتشتغل ما بين اللي هي ال 0.6 وما بين الواحد. طيب لو انا مثلا عايز اشيك على الاستريسز من خلال الساب نفسه، تمام، لو عندنا التانك بالشكل ده، شايف فيه هنا جوه بلاطتين، بلاطه اللي هي الاولانيه، في هنا بلاطه وبلاطه فوق هنا، وعندي شكل حرف ال، لو عملنا هنا شرينك كده، ايوه، في بلاطه حرف ال هنا الناحية الشمال دي، مفيش غير البلاطة اللي فوق بتاعة التغطية، كويس. نحاول نشيل الاكسترود ده اهو، اعتقد كده اوضح. هنا مفيش تغطية، عبارة عن حوايط، وهنا في ماس، يعني الناحية دي كده في ماس كبيرة، وناحية الشمال مفيش بلاطة. تمام، فانا بالنسبه لي لما اجي اشيك على الاجهادات بالشكل ده، نعمل ايه، نظهر ازاي من هنا من جوينت، ونختار الحاله اللي 0.6 سيلف زائد الووتر، تمام، من تحت.
هيطلع لي حاجة بالشكل ده. تمام، انا الديفولت بتاعي، الديفولت بتاعي في الساب ادي كده اكس واي، تمام، واي لفوق وزد في الاتجاه التالت. تمام، قصدي ده هو ده الزد على الاستاد، هو اللي ده واي. المهم ده الزد وده الواي، تمام، ده المستوى الافقي بتاعنا وده الايه الزد. فانا اللي طالع لي ده الزد ده عكس الاتجاه الاساسي، واخد بالك؟ تعالى كده نعمل. المهم لما يطلع لي انا كده معناها ان هو عكس الديفولت، معناها ان ده تنشن، تمام، كل الناحية الشمال ده تنشن، وده طبيعي لان هنا مفيش بلاطة وهنا عندي بلاطة. ادي كده رقم واحد، دي رقم اتنين، هنا عندي فيه ماس وهنا عندي فيه مية من تحت، كويس، وعندي هنا فيه مية، كويس، مية من هنا اديشنال ماس عندي، فايه عايزة تقلب التانك في الاتجاه ده، كويس، معنى كده ان هنا فيه تنشن. ده دي الطريقة اللي احنا بنشيك بيها من خلال برنامج الساب، كويس. بتعمل انت حالات تحميل define load combination زي ما اتفقنا، الحالة اللي هي بتاعت الاوبن 6 دخل فيها السلف بس لان الخزان فاضي اساسا، والمية من تحت كنا شرحنا ازاي ندخل المية من تحت من هنا، تمام، وفي برضو المية من بره، تمام، وعندك طبعا الخزان من كل الاتجاهات، تمام، والاون ويت بس، يعني انت عندك هنا اون ويت وميه من تحت بس. دي الطريقه اللي انت بتشيك بيها من خلال برنامج الساب. طيب لو انت عايز مثلا تحل المشكله تعمل ايه؟ تزود بقى تخانه، تزود تخانه الرفت، تمام، شوف هتعمل ايه، تزود تخانه الرفت، تزود العوايط، تمام، تتصرف بحيث ان انت ما يظهرش عندك الكلام اللي تحت ده. طيب في حاجه مهمه جدا عايز انوه عنها، ان الرياكشن اللي طالع ده رياكشن بوينت لود. انت اصلا لما تيجي تعمل، لما تيجي تدخل على الساب قدره تحمل التربه اللي هي السبرنجات اللي تحت دي بتدخلها ازاي؟ تمام، هنفك الحل عشان دي نقطه مهمه جدا. بتعمل كده assign joint spring، صح، بتدخلها ازاي بقى هنا؟ انا مثلا عندي قدره تحمل تربه مثلا 150 كيلو نيوتن، تمام، اللي هي 15 طن عشان هنا عندنا الوحده بالطن. طيب هو انا مدخل 15 في نص في نص اللي هي الاريا بتاعت التاثير اللي عندي، لان انا عامل هنا ديفايد نص في نص، صح ولا لا؟ يبقى هنا 15 في نص في نص. طيب لو انا طلع عندي الرياكشن زي ما احنا كنا شايفينها من شويه، تاني ونشوف الرياكشنات تاني، هقول لك انا عايز اوضح لك نقطه معينه هنفهمها مع بعض دلوقتي. مهم، ما علينا، هنشرح على الكلام ده. لو انا مثلا طلع الاكشن بالشكل ده، تمام، اهو مثلا زي ما هو مكتوب هنا 0.4 طن، دي قيمة بالطن، واخد بالك؟ انا بقى عايز احولها لستريس اللي هو طن على المتر مربع، وماخد واخد ال 0.4 على نص في نص. نجيب كده آلة ونحسبها، نكمل كده هيطلع لي 1.6 طن على المتر مربع، تمام. يبقى اقارن انا الاسترس اللي طالع لي ده مع مدخلها اللي هي تقريبا كانت 120 اللي انا فرضتها ودخلتها، يبقى 12 اللي هي القيمة اللي هي 12، تمام، تقارن 1.6، تمام، 1.6 اللي هي طلعت لنا بالرقم اللي هو 12، تمام. طبعا 1.6 اقل من 12 يبقى كده البيرنج كاباسيتي بتاعتنا سيف، تمام. اللي انا عايز اوضحه ان الرقم اللي بيطلع ده يبقى نقطة نقطة، يعني بالكيلو نيوتن او بالطن او بأي حاجة بتطلع، كويس، بالوحدة اللي انت مستخدمها هنا الوحدة بتاعتنا بالطن، يبقى ده 0.4 طن، تمام، بنقسم هنا على المتر المربع يبقى في الاخر طن على المتر المربع. القيمه اللي احنا فرضناها 12، 12 طن على المتر المربع، كويس. طيب لو عايزين نشيك بقى باستخدام الحل اليدوي زي ما اتفقنا، دي اللي كانت الكالكوليشن شيت بتاعته،
نبتديها كده من البداية كده بسرعة. أول حاجة طبعا فارس، وبعد كده مكونات التانك إيه والأحمال اللي عليه، تمام شكله من خلال الأوتوكاد. أندر جراوند ووتر اللي هو الحمل بتاع المية كام وعلى الجدران كام، تمام. اللود كيسز، اللود كومباينيشن من خلال الكود، تمام. البرامج المستخدمة سريعا كده يعني. الماتيريال طبعا، وبعد كده منسوب المياه الجوفية فين بالظبط، البور هول، تمام. قدرة تحمل التربة، تمام. بعد كده الرياكشنات، دخلنا بقى رياكشنات صح زي ما كانت. طيب بعد كده 3 دي فيو، بعد كده بقى الأحمال. طبعا أظهرنا كل الكلام ده المرة اللي فاتت من خلال الفيديوهات اللي قبل كده، والتسليح. هرفع برضو المذكرة الحسابية دي بحيث لو حد حب يشوفها يعني، تمام. ادي التشيك ابليفت اللي قلنا عليه عن طريق الاون 6، تمام. في ناس زي ما قلت، في ناس بتحب تاخد القيمه ما بين 1 وما بين اوبوين 6، انت حسب المدرسه اللي انت شغال بيها او الاقتناع اللي انت بتقتنع بيه. انا زي ما قلت قبل كده طلب مني ان انا اعملها على الحاله اللي هي الاوبوين 6، كويس. طيب ازاي بقى نشيك مانيوال عن طريق الحسابات اللي قدامنا بالشكل ده؟ هنقعد نجيب اريا، انا عملتها كده عشان بس اللي بيراجع يبقى فاهم اللي اتعمل ازاي. هقعد اجيب اريا زي ما اتفقنا، بالشكل ده زي ما اتفقنا، رو بيساوي ام على في. يعني انا عايز بقى الماس بتاعتي، الماس اللي هتقاوم الميه تساوي الكثافه في الفوليوم. نكمل كده مع بعض، قلنا رو بيساوي ام على في، تمام. الماس بيساوي الرو في الفوليوم، والفوليوم عندنا بيساوي اريا في السكنس. الاريا بتاعت الرفت اهي نضربها في السكنس اهو، الاريا مثلا 20 متر مربع في السكنس بكذا حسب الاريا اللي عندنا. دي كده الابر سلاب اهي، دي كده الابر سلاب، تمام. في السمك اللي هو 0.3 في 25 اللي هو كيلو نيوتن على متر مكعب، هيديني رياكشن بالكيلو نيوتن، تمام. رياكشن كده بالكيلو نيوتن. نفضل بقى نجمع للحوايط والسلابة والرفت الكلام ده كله، وفي الآخر يطلع لنا رياكشن بكيلو نيوتن نقارنه بالرياكشن اللي جاي لنا من الوتر على الرفت، كويس. ازاي نمسح ده كده اهو، هيبقى جاي لنا عن طريق اريا، تمام. اريا في الايه، ونشوف ارتفاع المية قد ايه. يعني مثلا لو التانك كده هتلاقيه هنا برضو موجود في الكالكوليشن شيت كل الكلام ده، ارتفاع المية قد ايه. مثلا دي 3 متر 4 متر 5 متر زي ما تطلع معاك. نجيب احنا الرياكشن اللي هو بالكيلو نيوتن عندنا عن طريق الاريا بتاعت القاعدة اهو. نكمل كده مع بعض، عايزين نشوف ازاي نحسب اللي هي الرياكشن بتاع المية اللي هو اللي فوق، تمام. لو قلنا زي ما قلنا ارتفاع المية مثلا 4 متر، تمام، في كثافة المية طبعا 10 كيلو نيوتن على متر مكعب، تمام. يبقى عندنا الوزن بتاع المية acting على الرفت، تمام، 40 كيلو نيوتن على المتر مربع، صح. طيب لو انت عايز بقى تجيب الفورس نفسها بالكيلو نيوتن، يبقى ايه؟ يبقى هتضرب في الاريا. مثلا الاريا تلات مثلا عندنا مثلا يعني 20 متر مربع، تمام. يبقى الرقم اللي هيطلع لك ده طبعا كيلو نيوتن على متر مربع، تمام. يبقى اللي هيطلع لك 0.02 في 4.8 كيلو نيوتن، تمام. يبقى احنا من خلال اللي هنحسبها من السلابات دهيت نقارنها بالرقم اللي هو اللي طلع لنا من تحت اللي هو رد فعل المية من تحت، تمام. نلغي بقى الكلام ده ونشوف كده اهو، تمام. ويت اوف لور سلاب اهو، اريا في سيكنس في الايه، في الكثافه بتاعت الخرسانه، هيدينا رياكشن اللي هو بالكيلو نيوتن. بس دخلنا على الحوايط نفس الكلام، اريا في ارتفاع جبنا الفوليوم، في الكثافه جبنا الايه اللي هي الماس او رد الفعل كانه كونسنتريتد لود يعني معنى صح. كل الايه الحوايط اللي عندنا، كل الحوايط الصغيره نفس الكلام.
دي الاريا بتاعت الرافت كلها بالشكل ده اهو، توتال ويت جمعنا كل الكلام اللي فات بقى عندنا رياكشن بالكيلو نيوتن اللي تحت. طيب الابليفت بتاع الميه نفس الكلام، معانا اريا اهو كويس، معانا 4 متر ارتفاع الميه في 10 اتفقنا، هيدينا رد فعل الميه من تحت اللي مؤثر على القعده. نقارن ده بده ونشوف الفاكتور اوف سيفتي بتاعنا كام كويس. دي الحاله اللي احنا بنشتغل بيها اللي هي الاوبن 6 ديد لود وناقص الوزن اللي هو او رد الفعل الميه من تحت. تمام، ضربنا الاوبن 6 في السيلف ويت اللي احنا حسبناه فوق اللي هو ده، واخد بالك، ونقارنه ب الابليفت فورس زي ما انت بقى عايز. شوف هل هتقسمهم كده على طول، هل هتاخد رقم ما بين الاوبن 6 والواحد زي ما انت عايز. دي الحسبه المانيوال بتحسب اريا في السيكنس يديك الفوليوم، في الكثافه هيديك الماس، بس منتهى البساطه وتقدر تقارن ما بين الاثنين. هنا بقى انا كنت عمال بزود، لو هنستخدم رافت 90، لو هنستخدم رافت 100، هنستخدم رافت قصدي لو هنستخدم رافت متر 10 كويس، لان انا هنا الحسبه بتاعتي كانت انصيف، حبيت ان انا ازود على الرياكشن اللي هو طبعا الاوبن 6 واخد بالك. قعدت بقى ايه اجرب كذا نوع من الرافت، كذا سمك لحد اما سيفت معايا في الاخر. تمام، هي دي الحسبه المانوال من الاخر، تفضل ايه زي ما اتفقنا. ده كده ملخص تاني. تمام اهو، رو بيساوي ام على في. تمام، احنا بقى عايزين الماس. تمام، يبقى الماس هيساوي كثافة الخرسانة اللي هي 25 في نيوتن على متر مكعب في الفوليوم، والفوليوم ده اللي هو الاريا بالمتر مربع في الايه السمك ده طبعا بالمتر، بس هيطلع لك القوة اللي هي بتاعت الوزن. تمام، عايز تضربها في اوبن 6. تمام، ما بين اوبن 6 وبين 1، والمفروض الرقم ده يطلع اكبر من رد فعل المية اللي جاي لك من تحت، وطبعا نشوف انها هيتحسب ازاي. بس كده، دي كده باختصار شديد جدا، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.